يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور احمد كمال حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد واحييك واحيي الساده المشاهدين. الله يسلمك ان شاء الله. دكتور احمد كمال حضرتك اختصاصي اول في جراحه مفصل الكتف وايضا الكوع وايضا مختص في اصابات الرياضيين في هذا المفصل. الدكتور يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من المشكلات الخاصه في هذا المفصل، لكن دكتور الحين نبي نتكلم عن مشكله باعتقاد الشخص إنه مشكلة وايد مهمة. دكتور أغلب الرياضيين مثلاً يصير عندهم بعض المشكلات في مفصل الكتف، وبعضهم يحتاج بشكل وايد كبير إنه هو يصير معه تدخل جراحي، يسوي عملية جراحية لهذا المفصل، ودائماً يستعجل هذا الشخص إنه هو يرجع حق مثلاً لعبته حق هوايته، ويكون يعني عنده الشغف إنه هو يعود مرة ثانية حق حياته الطبيعية. دكتور شنو المشكلة ومتى يقدر يعود؟ كلمني عن ما بعد العملية الجراحية، شو المفروض انه يصير مع هذول اللاعبين؟ سؤال جميل جدا ومهم جدا بالنسبة لإخواننا الرياضيين. بالنسبة للعودة بعد التدخلات الجراحية، مثل ما انت قلت، اي لاعب او محترف يكون في باله دائما متى ارجع. صحيح. ويهم الدكتور يكون عارف او حاط له خريطة طريق ان احنا شلون راح نرجع حق الرياضة. نعم. طبعا احنا هنا لازم نتكلم عن لو دخلنا في تفاصيل، معظم العمليات الجراحية حسب الدراسات الموجودة لها نسبة عودة لممارسة الرياضة، نعم، ونسبة عودة للمستوى السابق. وبالنسبة لعمليات الكتف ولله الحمد في معظم العمليات النسب عالية. ممتاز. إعادة التأهيل أو إعادة الرجوع للرياضة طبعا في له اعتبارات كثيرة. طبعا يعني على طول بعد التدخل الجراحي فترة النقاهة بالنسبة للمريض راح مثلاً إذا احتاج يعلق إيده بعلاق، يحاول يتجنب حركات معينة، تخفيف الورم، تخفيف الآلام. هذه قد يعني ما نقدر نتكلم عن بشكل عام، بس قد تكون بين الأسبوعين والأربعة. بعدين نبتدي مرحلة التأهيل. طبعاً الطريق المثالي لعودة اللاعب يكون عن طريق التنسيق بين المريض وبين الدكتور وبين المعالج. المعالج تقصد العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي. نعم. طبعا ما نقدر نقول والله احنا نجزم ان اللاعب هذا راح يرجع خلال 3 شهور. إذا كان الموضوع كله بالتواصل بين هالثلاث اشخاص. نعم. طبعا المريض اكيد راح يكون هو الهمزه التواصل وهو الاساس في هالعمليه كلها. اعاده التاهيل عن طريق العلاج الطبيعي مهمه جدا، لانه هو اللي قاعد يعطيك التحديثات والابديت اللي قاعد يصير. يعني احنا دائما عندنا العلاج الطبيعي خطوات. صحيح. من الخطوه الاولى اللي هي المريض على طول بعد العمليه لمرحله اللي هو مجال الحركه، لمرحله الاسترتشنج اللي هي الاستطاله وتقويه العضلات واتزان العضلات. هذه المراحل كلها عاده يكون لها خط زمني، يكون مثلا يقول لك بين 2 أو 4 أسبوع. بس ما هي نفس الشيء عند كل الناس، وما هي نفس الشيء مثلا نقدر نقول عند لاعب هاوي او لاعب محترف. صحيح. عاده اللاعبين المحترفين شوي يكون اعاده التاهيل عندهم اسرع. صحيح. بس عشان ناخذ النتيجه الافضل والنتيجه اللي تبعد الرياضي عن تكرر الاصابه والنتيجه اللي ترجع الرياضي بمستوى يليق فيه ومستوى سابق، لازم يكون في تواصل، لازم يكون المراحل كلها ماخذه وقتها وماخذه حقها. ممتاز. الدكتور دائما نسمع ان في مثلا دكاتره معروفين ان هم مثلا في العمليات الجراحيه مثلا في احد المفاصل ممتاز بشكل كبير، لكن نشوف بين فتره وفتره يطلع مريض يقول والله لا والله انا سويت عنده وما كانت عمليه ناجحه، يتهمه بهذا الاتهام. ممكن هو يكون مقصر في العلاج الطبيعي وممكن يكون مو مقصر، لكن دكتور هل نوعية المفصل، نوعية العظم، نوعية الأربطة، نوعية الجسم، تقبل الجسم لها علاقة في نجاح العملية أو لا؟ نعم، نسب نجاح العمليات طبعا احنا لما نتكلم عن نسب نجاح العمليات، لو تكلمنا عن اعلى نسب نجاح العمليات يعني تكون 95-97%، انت هنا قاعد تتكلم عن 3-5% من الناس يكون معهم مضاعفات. نعم. الجراح المتخصص، الجراح اللي يعرف شغله، هو اللي يعرف يتعامل مع المضاعفات هذه. بمعنى ان انا ما اقدر اسوي، مو معنات ان انا سويت عمليه حق مريض وصار معاه واحد من المضاعفات. نعم. خلاص صار معك مضاعف. لازم ترضى بالموجود. لا، كوني انا متابع المريض هذا وكوني انا لي هدف بالاخير ان انا اعالج مشكله المريض، ومثلا في حالتنا احنا نرجع حق رياضته. صحيح. لازم اكون حتى مو بس اعالجه اوليا، حتى لازم اكون بالمتابعات ومعالجه المضاعفات معه، لان الموضوع لو ترك تلقى المريض راح يروح من طبيب لطبيب. صح. لطبيب. صح. واغلب الدكاتره راح يقول لك انا ما ابي اتعامل مع مضاعفات احد غيري. اكيد. فمهم جدا باخواننا الرياضيين او الناس اللي عندهم مشكله معينه في مفصل معين دائما يكونوا مع اهل الاختصاص. الطبيب الزين هو الطبيب اللي يعرف يسوي يتعامل مع مضاعفاته، مو الطبيب اللي يعرف يسوي ويتابع بشكل مستمر. طبعا. ممتاز. دكتور احمد كمال، عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين،
ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور احمد كمال. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عدنا من بعد الفاصل دكتور أحمد كمال، كنا قاعد نتكلم عن العمليات الجراحية وما بعد هذه العمليات الجراحية وأيضا المضاعفات وعودة اللاعبين حق ممارسة النشاط البدني أو حتى المنافسات بشكل احترافي. لكن دكتور، في بعض الجراحين مثلا يسوي عملية جراحية ومثلا المصاب يروح مثلا مراكز العلاج الطبيعي ويحاول أنه يستمر. دكتور انا يعني مثلا مرت علي بعض الحالات، مثلا عندنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعض الاصابات اللي صارت في الكوع، دكتور سووا له عمليه جراحيه، كان عنده كسر مضاعف او يعني ما عرفت التشخيص بالضبط، لكن اللي عرف انه كان في كسر مضاعف في مفصل الكوع. دكتور سووا له عمليه جراحيه وقالوا انه هي ناجحه وكذا، وحاول انه هو يستمر بالعلاج الطبيعي بشكل مكثف، لكن دكتور ما وصل حق مدى انه هو يفرد ايده بشكل وايد كبير. الاسبوع الماضي قال انه الحين راح يتحول حق دكتور ثاني يريد يفتح ايد مره ثانيه ويسوي عمليه جراحيه اخرى. دكتور كلمني عن الحالات هذه اللي يحتاج عمليتين جراحيتين وعمليه واحده ما تكفي. نعم، بالنسبه للمفصل الكوع مفصل الكتف، في عندنا واحد من المضاعفات الجانبيه حق التدخل الجراحي اللي هو يبوس الكتف. نعم، قد يكون في فئات معينه، فئات مثلا المرضى اللي فيهم سكر، كبار السن، معرضين بشكل اكبر من غيرهم، بس هذا لا يعني ان الرياضيين مو معرضين حق الاصابه. التلف اللي صار وقت الإصابة من تلف الأربطة وتلف العضلات والتلف اللي هو لابد منه اللي هو تلف الجراحة العملية نفسها أكيد راح يخلي المريض هذا دائما معرض ليبوس مفصل الكتف أو الكوع، بالذات مفصل الكوع نسبة اليبوس فيه عالية جدا، وقد يكون بعض المرات في بعض المرضى ان احنا نوصل لدرجة مجال الحركة معين يكون خلاص، طبعا مو نفس الايد الثانية اقل شوي، بس بنتيجة يسمونها functional range of motion، يعني هي تؤدي للوظيفة. طبعا بالنسبة للرياضيين هذا امر غير مقبول يعني، اكيد لان ما راح يوصل حق المستوى السابق اللي هو كان يحتاجه. نعم، أكيد. لكن دكتور هذا شيء طبيعي ممكن يكون، ممكن يكون ممكن. يعني نتيجة نهائية لانه صار في عندك اصابة، صحيح، فيا انك تتقبل هذا الشيء يا يعني انك ما تتقبله. اصابه قد تكون، طبعا اكيد الطبيب المختص والطبيب اللي يكون مستلم حاله اللاعب هذا لازم يوصل معاه لافضل نتيجه ممكنه. نعم، بس ساعات تكون النتيجه يعني هذا اقصى ما يقدر الطب يسويه. نعم دكتور، يعني معنى هالكلام ان احنا المفروض انه صحيح ان عندنا تطور في الطب في جميع التخصصات، الناحيه التشخيصيه، الناحيه العلاجيه، العمليات الجراحيه، لكن سبحان الله في امور يعني قدرها رب العالمين، خلاص بعد ممكن خلاص تتقبل هذا الامر، ممكن انت تبتعد عن ممارسه الرياضه بشكل كامل. لكن دكتور الحين احنا خلنا عن الجانب الرياضي، اذا الجانب العادي مثلا ممارسه الحياه اليوميه واحد صارت له الاصابات، هل ممكن انه ايضا ما يرجع كالسابق مثلا 100% كاصابات عاديه حتى من دون ممارسه رياضه بشكل احترافي؟ بعض المرضى قد يكون لهم معاهم مضاعفات او تبعات عمليه بشكل اطول من غيرهم. نعم، يعني مثلا احنا نتوقع بعد عمليات تصليح الاوتار ان فتره معينه المريض عنده مشكله الام مضاعف، قد تطول هذه الفتره عند بعض المرضى، لكن يعني بشكل كبير اغلب المرضى يرجعون لحياتهم السابقه وهواياتهم ورياضاتهم او على الاقل نقدر نقول يعني وظائفهم اليوميه. نعم ممتاز. دكتور احمد كمال باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. لا بالعكس، لي شرف اكون معاكم ويا ريت نكون فدنا الاعزاء المشاهدين. اكيد اكيد، لا شك ان شاء الله دكتور. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.